بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام وعندا وضيال ميل والبوة جوكتان سي والبوة موقعي جديسو غاري وكسو دوادة ترتن كقران كورباهين تا سيتي مالين والبوة اتكالاس عطان ورباهين تا مركي لغر ريبا مالين لماذا جمعادا ما انتا وحا ترتما ياها دير ربي راليك النقضو إدريس يوسف بونلي وكسو عدو دوكسيق أبو بكر والصديق حافظة كلمس وحانا وكو ترتما ياها دير ربي راليك النقضو طبانك الدنبي وأنا وريجيسي لبعض ترتن كاو وكجلا ورباهين تسيتي ترتن كأنتو وسعدي أما أنتو وسعنا يا هدي ربي رالك نقض واحد عدح نور عدح هذين يا أما نور عدح هذين دونا مع عبد الرحمن يوسف علي يولب مع محمد مع الحسن مع القاسم سيدو كلام مع عبد السلام شيخ حسن شيخ يوسف وكم إذا لمانتد علماء مجال الجوهر أمام علمين تا أنت أنا أوجد جلين ترتن كقرآن كأما آياته لو يدين لها aan ku soo dhaweeyo kalmadda kaga aadan Idris Yusuf Bonle insha Allah Bismillaah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katheeran amma ba'd Allah ma adiska leh Allah aanu ogolaaday halka inaan isku imaano oo tartan oo lagu qabto sidii anaga awood ma u leeyni ila baanu suura galiyay إله أبو داسله هو هل كان نسكان كاني وأنا مات علينا يا إذا عدستي إن أرضي إذا صام سنة والبودي رجلسه إن شاء الله وما سين هاي إدريس يوسف بون لو حنقصه لويني يا إن شاء الله مع عبد الرحمن يوسف علي وكم إذا كسرها لحد حاضر يا قرآن كريم كترتن ككسر على والباين تسيتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي سبحانه وتعالى مهد لسوكو بكرن ومهد علينا كل كينا إلهي سبحانه وتعالى سوكينا عليه بعد الله وحانو مهد علينا ما ملك إيا ما كل إذا عدى سوكينا كل وعين خير كان وناك بضن ينبلغو ترتمع قرآنك إلهي حكروا ما عليها أرضيدا إيه معلمين تا أيه كنا سو كسوري ردين ترتن كان إني كغيب غاتان ما شاء الله هني أن لكم الله نهاي مركرن وح أصيب باقينا إن إيه هلك جهد ورسيلة لابان أرضيدون يدلان معلمين تنا أيه كنا صدق كرات كسوري رجليان أوبت كارا سي أو ترتمن هلكان على نهاي القرآن كريم كوعوه استبشي سبرك أسناد بلا كلام الماء القرآن كيو أشرف الكتب يبشي أفضل الشهور هلك إلهي سبحانه وتعالى سوى كل مية مك وقت وحلينا وقت غالي واي أنك وضع فادي سنه بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين إن هذا ما سين هيم على عبد الرحمن وقتها ونغير أوي سبحان الله قلنا سؤاله يودين لها إدريس يوسف بونلي وكم إذا ترتمياش ورباهين تسيتي كنا ترتمي يتبانك الدنباء هدي ربي عليك نقضى إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إدريس كسور واو عايد هاجي إن شاء الله تعالى أقرأ من قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير حسبك والآن اقرأ من قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون حسبك والآن اقرأ من قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله
ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محسنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذا قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين حسبك Idris Yusuf Bulle ee saddexdi su'aal ee la weydiinay ayaa intaas ku soo idlaatay waana wareegiisii labaad ee tartanka Qur'aanka Kariimka wuxuu ku tartamayay 10ka dhexe ee 10ka hoose ayuu ku tartamayay waxaan gudagelinaa tartamii labaad ee warbaahinta City ka tartamayay ee waa tartankiisii koowaad ee warbaahinta City uu ka galo ee Maxamed Cabdullaahi Macalin Ahmed oo ka socda dugsiga Salaxuddin Al-Ayyub xaafadda Hantiwadaag waxa uu ku tartamayaa tobanka dambe adii rabbi raali ka noqdo maxamed soo dhawow maxaa ka filaysaa tartanka maanta aad galayso aad ka galayso warbaahinta city ee quraanka insha allah waxaan ku rajaynaynaa macal cabdiraxmaan yuusuf insha allah masha allah masha allah alxamdulillah rabbil caalamiin wa aadi aad aan soo dhawaynaynaa tartamayaasha ka socda ilaahay subxaana wa tacaala barakeeyay dugsiyada quraan kariimka allah subxaana wa tacaala waxaan leeyahay kuwii hormar allah ka dhigo oo wixii lagu tartamo wixii uu khayr badan kitaabka allah marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha ka dhigo kuwii guul iyo gobnimo kala kulmo jazaakum allah khayr aljazaa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in waxaan gudagelinaa aayadii la weydiinayay محمد عبد الله مع احمد وكم اذا ترتمياش والباهينتي سيتي تبانك الدنباء يونو كترتميا سبدح ليس سؤال ايام يعني قد قلنا ان شاء الله ان شاء الله تعالى اقرا من قول الله سبحانه وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله من ولي ولا نصير قد يعرف ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا
قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. حسبك ما شاء الله. والآن اقرأ من قول الله تبارك وتعالى: أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها بني قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا قوما مجرمين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. حسبك. والآن اقرأ من قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون أن يطفئوا نور الله
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك هو الفوز العظيم ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك هو الفوز ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين حسبك جزاك الله أدو ما سنيهاي محمد عبد الله معلن أحمد وكم إذا ترتمياش ورباعين تسيتي وكو ترتمي تبانك هوسي قرآنك كريمك كسعد الدكسي سلاح الدين الأيوب مقالة الجوهر انت أسيا يوكسو إلا ديوان وريقي سيكوات إن شاء الله برامشك ترتمك قرآنك كريمك ورباعين تسيتي انت أسيا يانجع الله برامشك انتو هوذا كبحي وحينور إحدى حاذيني مع عبد الرحمن يوسف علي يوليب مع محمد حسن قاسم مع عبد السلام شيخ حسن شيخ يوسف وكم إذا معلمين تمجرة الجوهر أنا جو محمد ياسين مالي محمد القلفاء يا برامج كي دلسوا عسيني يو يوريبا سكيا يا برامج كلك كاميرا ده عشان وحوار لانك فرسمة ده إنت برامج كان برامج حيكون كل منو حيدلي هاي سداسي نبتقليه.